هلا إلى مهد المسيح مدينة بيت لحم مع الأب أنطوان الدويهي اللي زار الكنيسة حيث ولد المسيح. بنسمع سوا. إخوتي الأحبة، نحن قدام كنيسة المهد ببيت لحم، هالكنيسة يلي شهدت ولادة الرب يسوع من 2000 سنة وشوي. نحن اليوم 26 شهر، تاني يوم عيد الميلاد، مثل ما انتم شايفين مدخل الكنيسة مسكر اليوم بسبب الوباء منتشر بكثرة بالضفة الغربية. نحن اليوم قدام هالكنيسة المباركة يلي عمرها 1700 سنة. هالكنيسة انبنت أول ما بنيها قسطنطين سنة 335، واللي تعرضت لأكثر من حريق رجع بنيها يوستينيانوس سنة 535. وعلى هالأساس نحن اليوم بعد من هذيك الأيام، مع تطور الأيام أكيد تغير إشياء كتير فيها، إنما بتبقى هالكنيسة هي مجد حقيقة من أقدم الكنائس يلي نحن منشوفها بالعالم المسيحي. دخول المفرق كان يعني كانت الطقس شتاء، نعم، والناس كانت تحب إنه تتفرج. يوم ما دخل المفرق كان كمية كويسة من أهل بيت لحم، ما كان حدا من برا، بس كانوا من سكان أهل بيت لحم. نعم. وقداس نص الليل كان بس حوالي 70 شخص اللي كانوا. نعم. لغوا المراسيم العشاء تبع رئيس أبو مازن، ولغوا كل نعم. وبي بقلب كنيسة المهد الصغيرة كم شخص كان فيه تقريبا؟ وين تحت؟ نعم، كان بس الخوارنة والرهبان، بس الخوارنة والرهبان. وقت كان يبقى العدد كتير كبير، خاصة ليلة العيد الساعة 12. كل سنة مش أقل من 1500 شخص كانوا يحضروا قداس نص الليل.